السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب والتي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القليلة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض. خلال فترة السحور تكون الأجواء غالبا صافية 23 درجة مئوية، الملموسة أيضا 23 والرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة وبالتالي السحور في الخارج سيكون ما بين الجيد والممتاز. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. أحوال جوية غير مستقرة، سكاكا 34 ل 22، نفس الأجواء في عرعر 32 ل 19، أما تبوك زخات خفيفة من الأمطار 33 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة رياح نشطة 40 إلى 25، جدة 32 إلى 27، مكة المكرمة 40 إلى 28، والطائف زخات عادية من الأمطار 29 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة زخات عادية من الأمطار 25 إلى 16، أبها 27 إلى 15، وجازان 34 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 38 إلى 24، حفر الباطن 41 إلى 23، ونفس الأجواء في منطقة الإحساء مع 41 إلى 23 أيضا. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى عفوا الرياض 39 إلى 25، نفس الحرارات تقريبا في بريدة، أما حائل أجواء غير مستقرة، فرصة زخات من الأمطار مع 35 إلى 16 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.